بيان الختام لهذه الندوة تمت فيه الدعوة إلى تعزيز دور الشيوخ والأعيان الذين يتم التشكيك في سلطتهم القبلية من قبل بعض الأطراف. كيف تنظر إلى هذا الأمر الشيخ عبد الله الصالحي، وكيف ينبغي أن يتم تعزيز هذا الدور برأيك لمواجهة أطروحات الأطراف الأخرى؟ أصبح من الضروري تعزيز ليش؟ لأنها ناس جاءوا تم استدعاء الناس وحضورهم واجتماعهم من أجل الواجب والعمل من إخراج الصحراويين من هذه الطريقة المظلمة إلى طريق النور إلى طريق العيش الكرامة. وإحنا من اليوم وهذا اليومين تقريبا الاجتماع كله جميع الفئات وجميع الحساسيات للصحراوية عن لا يمكن أن نسمح لما يسمى بعض الأشخاص يسمى البوليزاريو أن يقدموا الصحراويين للهلاك. المملكة المغربية لها علاقة مع شرق مع الصحراويين، لها بيعة تركوها أجدادنا مع الملوك السلاطين المملكة المغربية. لا يمكن المغرب